حوست كامل المكتبة بصح تاريخ الجزائر القديم معقد، ما فهمت فيها والو. ما سيني يسوي غرطة وهدو كا ولا غرامة صعيب هادو. كانت الجزائر منذ القدم محكومة بأهلها من البربر، وكانت تعرف بمملكة نوميديا. تعرضت لغزو القرطاجيين، ثم بعدهم الرومان، ثم الفوندال، ثم البيزنطيين، ثم العرب. شوفي غوش دروات دروات غوش، اقسم بالله العظيم ما فهم فيها والو هذاك الماء. يا اخي حسبك ماشي عباد هنايا، البالون ما يعرفش كيفاش يبوكيو. لا 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 خو واش بلادي ماشي الدنيا سافا نورمال. اليوم عصراتك الشيخه شفتي يا خو؟ اسمع والله غير ما راني فاهم فيها والو هذيك 50 تاعها. البنات شفتوا الماتش تاع البارح؟ كاريتا، تعرفوا واش معناتها كاريتا؟ خلينا الماتش تاعك وانا نركزوا شويه على البحث تاعنا. ياه قطه هذا هو هذاك القط تاعك. احتلها الفرنسيون في جويليا 1830 ميلادي، ولكن لم يستسلم الجزائريون للاحتلال الفرنسي. فكانت هناك مقاومات وثورات شعبية عبر كل مناطق الجزائر، كمقاومة أحمد باي في الشرق، والشيخ المقراني والحداد والشيخ بوعمامة. قاسي جاي لك. قاسي قاسي نطلب منكم توجدوا لي بحث يلخص النقاط المهمة لتاريخ الجزائر من أول غزوات إلى ثورة التحرير اللي درسناها. حقا الحكاية هذه تبدأ بقطة. الاستقلال قطة. إيه قطة نسيتي. هذيك الجهة هاي تكتب اللي هناك وتسمى تحس لك هاي من داخل. ايه وش راكي ديري؟ ممنوع الدخول قاعة الارشيف. تحب دايما نعرف وش كاين داخل. بالك بالك دوك تفور جالك فيش حلو البال. شفت راك بحرته. واه ياه مش كاين جنون يا وعد الخواف. ريم ريم شنو هذا؟ ايش بال بولدار وشنو هالي بوتر. ريم انا هنايا. يا رسومات يا دنيا ارواحي تشوفي كاين بزاف رسومات. قاسي شوفي تمشي قصدك ماشي بالعالي. اسمح لي يا بابا شنو هاد الخريطة؟ شنو هاد البلاصة هادي؟ اروحوا اروحوا شوفوا كاتا دار فيس مش نورمال. شنو
تشفى وش قاتل الأستاذة؟ الجزائر كانت من بكري محطة أبناء الأجانب، القرطاجيين، الرومان، الويندال، البيزنطيين. طيارة المقنابل. هذه 1954. مش نورمال. هنا بداو يبنيو الجزائر بعد ما حرروها من الاستعمار الفرنسي قدام 132 سنة. سمعتوا هذا الصوت؟ هذا صوت أناشيد ولا أغاني؟ هذا أول دينار بعد الاستقلال سنة 1964. الثقافات الإفريقية، الجزائر كانت صح في عرس، كل الشعوب الإفريقية جنب جنب. كمال كمال. هذا لقيتك الرسم تاعك. امسح امسح امسح، ما فهمتوش هذا الرسم. الجزائر كانت بلاد تبنى وشكلوها مش رهيبين، قطارات، طرق، والصحة الجوي، الجزائر معاصرة. نبداو يبنوا الجزائر بعد ما حرروها من الاستعمار الفرنسي اللي دام 132 سنة. كمان هاك هاك.
قاسي قاسي خليهم عندك. يا بلومي الخضر هكا كانوا يسميهم هذاك الوقت. ربحوا الألمان يا جدك، هذه تكتب في التاريخ. بلومي هو اللي راح سجل. كل ما يشوف بابا هذا الماتش في لاكاسات يقول كيفاش كانت الجزائر على ديدانها. ياه وش يدير هذا في الجزائر اللي اعلنوا اول مره قيام دوله فلسطين؟ نحن ما هل فلسطين ظالمه او مظلومه؟ ايه مساكر ما عندهم غير الحجر. ما انا ما بعت لهم شطيات معمرين بالحجر. حبسوا حبسوا، سمعتم هذا؟ شنو هنا كانت الحالة ما تعجبش. راهي تزهقات. علاش راهم يديروا هكذا؟ مرحبا بكم ونشكركم على حضوركم لحفل نهاية السنة، ونخليكم تكتشفوا المبادرة اللي قاموا بها تلاميذنا. هذا الرسم يمثل ثورة التحرير الوطنية اللي دامت 7 سنين ونص، واللي ضحوا خلالها جزائريين كبار وصغار. هذا المعرض نتاع الرسومات اللي تعطي لمحة بسيطة على تاريخ الجزائر، حبينا نشاركوا به في الاحتفال بمرور 50 سنة لاستقلال بلادنا.